عيد سعيد. يلا نفرح يلا نغني، نسمة منك ولحن مني، نغني في العيد المحبة، بالمحبة نطوف نهني. عيد سعيد بيناتنا حب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين، للقرابة وللغايبين إن شاء الله دايما تامين ولامين. عيد سعيد. عيد سعيد. تامين ولامين. بسم الله، مساء الخير والسعادة والجمال على كل المشاهدين على شاشة قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خليك في البيت. أكيد كل الناس اليوم هي حاضرة في بيوتات السودانية المختلفة، خاصة إحنا سويعات ونستقبل عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله عيد سعيد على الجميع مقدما. وخليك في البيت هنتكلم اليوم عن كثير من الموضوعات المهمة، وخاصة ما يهم موضوع الأوبئة، ونحن والعالم أجمع مرة بجاي حتى وباء عالمي وهو وباء الكورونا. ربنا يسلمنا جميعا، ونرحب بكم اكيد كثير في برنامج خليك في البيت. وداخل الاستوديو معنا دكتور هيثم محمد ابراهيم عوض الله، هو استشاري طب المجتمع واستاذ بكليه الطب جامعه الخرطوم، ومدير الاداره العامه للجوده والتطوير وزاره الصحه الاتحاديه. اهلا ومرحبا بك دكتور هيثم، مساء الخير عليك. مرحبا بك لينا، ومرحبا باسره برنامج خليك في البيت واسره الشروق، نبارك لهم العيد المبارك، وناخذ سانحة نبارك لكل الشعب السوداني، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعام مبارك عليكم إن شاء الله. نعم. وعليك أنت كمان. خليك في البيت يعني اسم وعنوان بارز، لكن اليوم تحديدا نتكلم بكل وضوح، ما أعتقد في إنسان كان في البيت بسبب أنه العيد وتجهيزات العيد، وإحنا كسودانيين عندنا ارتباطات كثيرة جدا، وجائحة كورونا زي ما ذكرت في البدء يعني عطلت كثير من الأشياء، خلت ناس كثير جدا هي ما تقدر تقوم بواجباتها المنزلية، ما تقوم حتى بعملها. فاليوم أنا شايفة في انتشار كثير جدا للناس في الأسواق العامة وكذا، والجائحة ما زالت موجودة ومستمرة. خلينا لكن بدءا نتكلم قبل ما نخوض في موضوع الكورونا، نتكلم عن مفاهيم عامة عن الأوبئة. شكرا جزيلا يا لينا. حقيقة العنوان صعب، برنامج خليك في البيت. وصعب الناس تكون قاعدة في البيت يعني. عشان كده جاء البرنامج ده، إذا أنا ما قدرت أقعد في البيت المفروض أعمل شنو؟ نحن متوقعين إن الناس ما تقدر تقعد في البيت. هو العلاج مر، لكن ما كل الأحيان الزول بيقدر على العلاج. فأحيانا بنحتاج نتعامل مع الواقع، وأظن ده موضوع إنه نحن نحتاج نتعامل مع العيد. من الصعب جدا الناس تلتزم التزام كامل، لكن ده اللي بنتمناه يعني. والكورونا هي وباء وهي جائحة، وعموما الأوبئة العالم يعرفها من بدري يعني، من أكثر من مئات السنين يعني. ومفهومها هي المرض اللي بينتشر بصورة سريعة وسط البشر وسط الناس يعني. وكل ما كان المرض بينتقل من إنسان لإنسان بتكون وسيلة انتشاره أسرع، لأن الإنسان بيتنقل وبيختلط، الإنسان بيسافر، الإنسان بيختلط، خاصة بعد العالم بقى زي القرية الواحدة مفتوح صحيح. يعني وبنلاحظ حسي في الكورونا دي ما هي إلا شهور، شهرين أو ثلاثة، انتقل من بؤرة محددة في الصين للعالم كله يعني، من ديسمبر لمنتصف مارس أو أول مارس يعني. فالأوبئة عموما هي نوع من الأمراض عندها قابلية سريعة للانتشار، ودي خطورتها. والانتشار السريع عادة بيكون عن طريق البشر زي ما قلت، وبيكون عن طريق وسيلة سريعة يعني. الوسيلة السريعة وأسرع الطرق اللي هي الانتقال عن طريق الجهاز التنفسي، لأنه التقارب بين الناس في كل الأحوال وارد وكثير وكذا. المسألة الثانية المرتبطة بالأوبئة، العالم عنده كثير جدا من القوانين اللي هي بتحكم قوانين الصحة العالمية أو التنقل بين البلدان وكده، على أساس يتحكموا في الأوبئة في مناطق محددة. نعم. لما القوانين دي ما يتم تطبيقها بالصورة
المثلى بينتشر المرض بصوره كبيره. يعني من البدايه احنا لو كان في الريستريكشن سواء القيود اللي اتعملت للسفر مؤخرا، الناس ما تسافر من ليل لوين والمطارات تقف، لو من البدايه طبقت القوانين ما كان حصل الحكايه دي. يعني فالكورونا واحد من الامراض دي، واحد من الامراض لحد هسه طبعا مرض، بالرغم من انه الكورونا معروفه في العالم. يعني اول وباء كان للفيروسات التاجيه دي اللي هي الكورونا، كان في بدايه الالفينات وكان في الصين، وكان معروف السارس وكان قاتل يعني، وانتشاره كان محدود ما كان كبير، وبدا عنده علاقه بالحيوان والتعامل مع الحيوان، والانتشار اصلا جاء من الحيوان للانسان. لما انجمع عليه الوباء بتاع المتلازمه الجهاز التنفسي الشرق الاوسطيه في بدايه 2013 14 كان في منطقه الشرق الاوسط، برضه عنده علاقه بالحيوان والابل وكده، فبرضه هو والدعم ذاك. فلما انجا هسه ده قريب ديلك برضه يعني، فهو من نفس السلاله، لكن للاسف لحد هسه في كثير جدا من الاشياء ما مفهومه عنه يعني. لحد هسه في بعض الحاجات بقت ثابته زي طرق الانتقال، بعض الاعراض وكده، لكن برضو العلم متطور وماشي، وحيظل متطور لحد ما الناس تصل لمرحله انه تلقى مصل ولا تلقى علاج، والمساله ما دايره اقل من سنه ونص يعني دايره وقت اكبر عشان يتم البحث عنها. طيب نحن برضو نتفق على ان الاوبئه في الاخير هي بتشكل خطوره بالنسبه للانسان تحديدا، لانها سريعه الانتشار من الانسان للانسان زي ما ذكرنا، اذا كان جاي من حيوان او غيره بعد ذاك بتبقى دي قصه ثانيه. لكن خلينا نتكلم برضو عن الكورونا زي ما ذكرت، وضع جائحه كورونا حاليا يعني في العالم والسودان تحديدا، لانه ما بين مكذب ما بين مصدق، ما بين كورونا موجوده كورونا ما موجوده، الى الان في التباس كبير جدا. احنا عايزين نشوف الوضع الحالي دكتور هيثم. هو الالتباس ده ما في السودان براه، التباس العالم كله ملتبس عليه الامر. حتى من البدايه كان في تردد انه يطلق عليه وباء ولا ما يطلق عليه وباء، حينتشر ولا ما حينتشر، تردد منظمه الصحه العالميه في البدايه الناس بتتذكره. بعد ذاك الدول بقت نكفل ما نكفل، حينتشر ما حينتشر، التناقل بتاع المعلومات اللي اقدر اقول غير مكتمله في وسائل التواصل المختلفه، حتى عندنا نحن هنا السودانيين بدات تنتشر وكده، انه ده موضوع سياسي، ده موضوع ما صحيح، والله ده موضوع عباره عن غاز في الجو بينتهي في ابريل، كثير متداوله من الاقوال وكده صاحبه ودي انت يعني من اسوء الاشياء هو انتشار الشائعات اللي هي تصعب من التحكم في الوباء. صحيح. لكن الحاجه اذا كان احنا قلنا الشيء اللي بيشوفوها بالعين معناته مؤكده، خلاص الموضوع ده شافوه بالعين يعني، الفيروس ده شافوه بالعين الناس يعني. لكن الواقع فهو شافوه بالعين وهو موجود. بتبقى في بعض الاشياء اللي بتخليك انك تقول الناس في البدايه كانت انه في السودان في ولا ما في، بعد الحالات الاولى كده في مارس وبدات تنتشر وكده، طبعا صاحبت انتشار المرض وضع اقتصادي شويه كده كان متأزم. ايوه صحيح، كان والناس بدوا يربطوا والله يا اخي الناس دايرين ان نقفل البلد على اساس انه في مساله اقتصاديه. وبدا هنا الانكار انه المرض اصلا ما موجود، عدم التصديق. اي والوزاره الاتحاديه عانت جدا على اساس انها ترسل الوسائل ورسائل بصوره متصله على اساس انه الراي الموضوع ده موجود. خلينا الموضوع واضح بما انه هو عالمي يعني، ما على نطاق السودان فقط. لما بدا كان على نطاق السودان معليش، لكن هو على مستوى العالم يعني. فعلا لما الناس بدات تشوف الناس الوفيات بتحصل، دول العالم الاول اللي هي عندها نظم صحيه قويه تتاثر بصوره كبيره، بقي انه الموضوع فيه شيء من الجديه وهو واقع يعني. وده بيورينا انه الانتشار مشى بعد ذاك بالمعادله الكبيره دي يعني، في شهور بسيطه، عشان احنا وصلنا مرحله كبيره جدا على مستوى العالم، احتمال وصلنا ملايين. في السودان عندنا اكثر من 18,000 حاله مشتبهه، 12,000 حاله مؤكده، وده اللي قدرنا نصل له، لكن بالتاكيد الحالات اكثر من كده. طبعا في السودان هنا مرات المصدقين بيقولوا الناس اللي كان عندهم علاقه شافوا عيان بتاع كورونا في الحله، في زول بتاع كورونا، لكن لحد هسه عندنا في بعض الولايات وبعض الاهل يقول لك والله ما شفنا بعيننا لحد هسه، انتوا ليه ما تصوروا لنا ناس من جوه المستشفيات؟ حتى في الناس، حتى الناس اللي شافت يعني ناس بعينها عندهم كورونا اصيبوا بالكورونا، لما يعني يدعافوا منها وما وصل مرحله، طبعا هي مراحل المرض نفسه مراحل يعني، فما وصل مرحله الحرجه والخطره قالوا يعني بيجوا بيحاولوا انهم يكذبوا في نفسهم انه دي ما كورونا، ده التهاب عادي. صحيح. دي حاجه ثانيه، فهذه كلها مشكلات طبعا. النقطه يعني ذكرتيها دي نقطه مهمه جدا، ودي اللي خلت الناس تكذب انه في كورونا احيانا.
النقطة دي أهميتها وين؟ إنه المرض ده ما كله خطير. يعني أنت ممكن تصاب بالمرض وما يكون عندك أعراض. بيعتمد على المناعة. نعم. ما يكون عندك أعراض أصلاً ويفحصوا لك يلقوا عندك المرض. وتنشر. ممكن وتنشره في الناس، وممكن يكون عندك أعراض خفيفة جداً، وجحالق ورشح وصداع وكده. زيه زي هنا يعني، أي واحد بيقول لك زيه زي نزلاتنا دي. وممكن يكون عندك المرض وتجيك بعض الاعراض اللي هو المتوسطه، الام وحمى وكده، وممكن تصل مرحله اللي هي بتاعه اللي بتحتاج لعنايه مكثفه وكده. لما كانت النسبه بسيطه، ذات من رحمه ربنا، مرض سريع الانتشار لكن وفياته بسيطه. في امراض بتلقى انتشارها بطيء لكن قاتله، يعني السارس جاء في البدايه كان مش معدل الوفيات عاليه لكن انتشاره ما سريع. ده انتشاره سريع جدا لكن الوفيات بسيطه دليله، يعني 5% بس من الحالات اللي هي بتصل مرحله خطوره بتحتاج عنايه مكثفه وكده. لكن كان كل الناس اللي بيحتاجوا عنايه مكثفه وكل الناس اللي بنشوفهم تعبانين وكده، كان الوضع ممكن يكون خطير جدا، كان بيكون قدع. فعشان كده المواطن السوداني بيقول لك يا اخي ده الكميه كبيره، قال لهم بوزيتيف انتم مجيبين وكده، كويسين وناس جو من برا وكان عندهم روح كويسين. فدي نسبه كبيره لكن ما تغر الناس، لانه في فئات محدده من المجتمع هي الفئات المفروض نحن نحميها، وهي الفئات المفروض نعمل حسابنا انها ما يجي المرض. لانه حسي الخارطه الوضعيه في السودان معظم الناس هم في الاعمار المتوسطه اللي هم ممكن ما تحصل لهم حاجه، والناس اللي بيحوموا بيلفوا وبيختلطوا بالناس. لكن الخطوره انه الناس اللي بيختلطوا دي لما يرجعوا البيوت وينقلوها للناس، بيختلطوا بالناس الكبار، ناس الكلى، الناس اللي عندهم ضغط، الناس اللي عندهم سكري، وديل هم اللي احنا خايفين عليهم، وديل هم دارين نحميهم بصوره كبيره. لانه الاطفال متوسط العمر في النهايه المرض غالبا بيكون عندهم ما عنده اعراض او اعراضه خفيفه، ما بيتحملوا يعني تحملوا اي. لكن بالنسبه للامراض الثانيه يعني مشكله السكري والضغط، عشان كده لما المعدل بتاع الحالات زاد في اخر رمضان واول العيد بتاع الفطر الفات، الانتشار كان زاد بصوره كبيره في حالات كثيره من الـ من الـ من الـ من, الـ من كبار السن وناس الضغط والسكر والامراض المزمنه، ظهر لهم المرض وظهر لنا بعد ذاك مشاكل النظام الصحي والتعامل مع الحاجات دي، وارتفعت الوفيات. لو بتتذكروا الايام دي كانت في وفيات، يعني زول كميه من الوفيات في اسبوع، في يوم، في ثلاث، حتى المقابر كانت وفياتها كبيره. نسبه كبيره جدا منها كورونا، صح، في نسبه كبيره جدا منها كان ما كورونا، كان هو ذاته التعامل مع المرض والخوف من المرض والنظام الصحي ذاته حصل له شيء من الهزه، زيه زي المجتمع ما تعامل مع الحالات وكده. لحد هسه احنا يعني وفياتنا تجاوزت ال 700 وفاه يعني. نعم. من الكورونا يعني. طيب دكتور هيثم، يعني تكلمنا عن جائحه وعن كورونا وعن وضع صحي حالي واقع في البلاد، طيب احنا كيف نقدر نسيطر او نقلل من المرض وانتشاره؟ خليك في البيت. ده السؤال. خليك في البيت. الاجابه واضحه في الشاشه. خليك يعني في البيت، لكن طبعا لما كانت خليك في البيت صعبه كان لابد من وسائل ثانيه يعني. اصلا الامراض عموما التحكم فيها في مرحلتين، في مرحلة اللي هي قبل ما المرض يجي ولا في بداية المرض، اللي هي مرحلة الوقاية والحماية وحماية المجتمع والناس من المرض، وفي مرحلة تانية عن طريق العلاج أو المصل أو التحصين. دي الطرق اللي هي بتوقي من العلاج من المرض. الوقاية هي الأولى، المصل هو المرحلة الثانية لأنه ما بتخش في حالات مرض وكده. المرحلة الثالثة هي إنه المرض يحصل وكده والناس ما تعرف له هنا، وتقوم تشوف علاج تعالجه به، زي الملاريا تديها الكينين، زي الالتهاب تديه مضاد حيوي وكده. نعم. نحن ما دارين نصل للمرحلة دي، وهي ذات المرحلة دي لو وصلنا لها ما في علاج لحد هسه. نعم. فبالتالي نحن خلونا نمشي في المراحل دي كده. فبتبقى المرحلة بتاعت الوقاية خليك في البيت هي المرحلة الأساسية. خير من العلاج. لأنه وخير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. لأنه مجرد ما تعرف إنه المرض ده بينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، نحن نعرف وسيلة الانتقال عشان نحن مش كده؟ الجهاز التنفسي معناته إذا زول حامل للمرض في الأغشية المخاطية حقته بينتقل عن رزاز التنفس بتاعه. الرزاز ده بينتقل من شخص لآخر عن طريق العطس ولا القحة ولا الكواريك ولا الصوت العالي برضه في مسافة بتاعت متر أو نص متر، معناته أنا محتاج متر، اخذ متر او مترين على اساس انه تكون حوالين حته اذا الزول عنده حاجه ما ينتقل. ما ينتقل. في حاجه ثانيه مرتبطه بالمرض ده اللي هو انه الرزاز اللي بينتقل بياخذ في دراسات كثيره في الجو ولا في الاسطح زمن، ياخذ ساعات، ياخذ واحدين قالوا ايام، واحدين قالوا اسابيع في بعض الاسطح اللي بتهيئ انه يعيش فيها يعني.
ففي بقى انه يعيش على الاسطح، معناتها انا لو السطح ده فيه ميكروب وهبشت السطح ده بعد مده من الزمن، جيت هبشت عيني من غير ما اغسل يدي، هبشت عيني ولا هبشت انفي، عندي احتماليه بتاعت انتقال المرض. فبالتالي نحن دايرين نقطع سلسله انتقال المرض. عشان نقطع سلسله انتقال المرض ده، اولا اي زول عيان ولا كده المفروض ما يختلط بالناس. انت قد ما تعرف كان العيان حتى لو ما قام بعمليه الفحص، صح؟ أيوة. نتكلم يا دكتور عن انه لو شعر بالاعراض العامه المتعارف عليها انه يحاول يحجر نفسه. يحاول يحجر نفسه، وده الاصل. لو حسيت باعراض وكده احسن، اي اعراض جهاز تنفسي او مرض احسن انت تبعد من الناس. وده ما ممكن، لانه في ناس ممكن يكونوا ما عندهم اعراض وحاملين وكده وفي المجتمع موجودين. اذا التباعد واحد من الاشياء. عشان نقول التباعد، طبعا الاصل لو قعدت في بيتك انت متباعد، متباعد مشكله. لكن لو اضطريت تطلع لازم يحصل شيء من التباعد، يحصل شيء من التباعد. المناسبات العامه وجايين العيد طبعا بقى شويه، الاعراس، الافراح، الاطراح، القعدات، الونسات، الانديه، اللمات. وشوفي انا بقول لهم في كم حلقه سجلتها قبل كده، اللمات اخطر من السوق. احنا بنتكلم عن تباعد اجتماعي ونتكلم عن واقع ثاني، عنده في التباعد الاجتماعي بتلقى ناس الحين لا هم تجمعوا اعتبار انه الاريا دي او المنطقه دي ما فيها كورونا، فتلقاهم قاعدين جبنه وكيف. بتكلم عن واقع يعني انا عشته عن تجربه. فبالتالي وناس الكوره برضه بتجمعوا في الميدان الصغير في الحله، اي صح ما في دافوري، ما في مساحات كبيره، لكن في تجمعات، في ناس بتتلاقى في الجبنه. صحيح. بياكلوا بيشربوا، لسه الاختلاط موجود. والغريب الناس لما قالوا لهم الحظر والقفل وكده، بس خلوا المشي في الشوارع العامه وكده، وقعدوا في التجمعات. في التجمعات واحدين عملوا قعدة الجبنه زي قلت، الونسات، الشاي كده. فدي اخطر ليه؟ لانه انتقال المرض الحاجه اللي انا قلتها داير نسبه من الميكروب تنتقل من شخص لاخر. النسبه دي قدر كميه الشخص اللي بيفرزها وقدر كميه الزمن اللي انت بتكون مع الشخص الفارز الكميه دي. فمعناته انت لو لقيت زول على السريع وانت ماشي في السوق، حتى ولو بيناتكم اقل من متر نص متر ولا قريب منك، ولا لقيته في الطريق وانت ماشي، ما حيكون احتماليه الانتقال اقل. لكن الناس اللي بيقعدوا مسافات، عشان كده المدارس الحمد لله قفلت، الجامعات، الحتات اللي فيها تجمعات، المساجد، عشان كده جاء وحيينا حسب شويه التنبيه للائمه، كانت قافله فتره طبعا وحسي فتحت. فتحت ما معناته الكورونا فاتت خلاص الناس هنا. تقليل الوقت في المسجد، تقليل الصلاة، التباعد حتى في المسجد في الصلاة وكده. التباعد هو الأولى. الحاجة الثانية، أنا عشان أقفل المنافس ممكن استخدم الكمامة طبعا. والكمامة ما شرط الكمامة الطبية، ممكن الكمامة القماشية، حسي الكمامة القماشية، وممكن غيرها، ممكن الطرحة، ممكن التوب، ممكن العمة، ممكن يعني دي كلها على اساس انك تقلل الانتقال. في حاجه ثالثه اللي هي مهمه، اللي هو انه انا عملت ده لكن ما بضمن الاسطح، مسكت في باب مقبض، مسكت في مواصلات، في كرسي، في كده، في كده، كله مسافه. تحرص انك انت يدك ما تمشي على وجهك. ونتكلم عن القروش برضه، التعامل المالي. التعامل المالي. أيوة. وده كثير جدا طبعا، كثير. كثير ما بننتبه يعني انه بعدين تعاقب يدينك او تحاول تغسلهم يعني. في ممارسات كثيره جدا. صحيح. طيب ده بياخذنا دكتور لنقطه ثانيه مهمه عايزين نتكلم فيها، نقطه محاذير. نتكلم عن المحاذير المرتبطه بالمناسبات، خاصه انه بكره عيد الاضحى يعني. وقدر ايه عارفين انه عيد الاضحى واللمه والناس والخروف وتفاصيله الجميله الحلوه والعادات والتقاليد حقتنا اللي احنا ملتزمين بها من زمان، لكن الان في ظرف، في جائحه كورونا. شنو من المحاذير اللي ممكن نتكلم عنها بكره تحديدا يعني في عيد الاضحى؟ طبعا انت في كلامك قبل شوي بديتي المحاذير دي، قلت القعدات واللمات والجبنات. وبدل الجبنات بتكون الشيه. اي شيء. قعده الشيه. ف دي واحده من الاشياء. طبعا المخالطه بين الناس ما عندهم مرض او كورونا، نحن نكون عمليين برضو. قد لو قلنا لناس ما تقعدوا نهائي وما تعملوا كده وهناي، المساله دي قد تكون فيها شيء من المستحيلات يعني. ما بيلتزموا بالحكايه دي. وان كان ده الحاجه دارين الناس يعني، ناس تقوم بالواجب وتطبخ وتوزع اللحم وكده، وكل الناس في بيتهم وكده، لكن من الصعوبه المكان. لكن لو ده حصل الاولى. طيب اذا الناس دايرين يزوروا بعض وكده، يحرصوا على التباعد، يحرصوا على التباعد، والقعاد ما يكون مع بعض زي زمان، قريب من بعض والانفاس قريب من بعض لفترات طويله.
لو في شخص، دي نقطتين مهمات يعني، ده كلهن لو الناس ما قدرت، لو في شخص في الاسره ولا في العيله، الناس اللي بيكونوا معاهم، شخص عنده اعراض في الايام اللي فاتت دي، عنده حمى او عنده قحه او عنده نزله او عنده كانت مخالطه مع شخص مريض، الايام دي له ولاسرته حفاظا على اهله الكبار الموجودين في البيت وعيلته، احسن ما يختلط بالناس. في حالات مشتبهه حسي في الايام اللي فاتت دي كثيره جدا، افضل انه ما يختلط بالناس ده. المساله الثانيه، الناس الكبار في البيوت دي فرصه انه الناس بيجوا يسلموا على اهلهم ويلاقوهم وكده، الحاجه الكبيره، الحاجه الكبير، الناس اللي عندهم ضغط سكري امراض في البيت، برضو نحرص انه ال 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 الناس حتى لو جات تعيد وكده ما تختلط بهم، تعيد من بعيد، تسلم من بعيد، تهني، تبارك، تقول اي حاجه، لكن ما الا تصافح يعني، ما الا تصافح. لكن في حاجه ثانيه مهمه جدا يا دكتور هيثم، يعني صلاه العيد الناس حاليا تستعيد بكره، لانه العيد الفات ما كان في صلاه، والعيد ده تقريبا المساجد مفتوحه والمناطق والساحات موجوده. فصلاة العيد برضه نتكلم عن المحاذير اللي ممكن يقوم بها الناس، خاصة انه في صلاة العيد في اختلاط كبير جدا. صحيح. ونحن ناس بتكلم عن مجتمع متسامح مع بعضه جدا، في عاد في مقالدة، في مطايبة، في حياة كثيرة شديد هتحصل. فهنتكلم عن انه بكرة صلاة العيد كيف ممكن الناس تقدر تتبع محاذير معينة عشان ما يحصل انتشار للمرض وما يعود من جديد يعني بالصورة اللي كانت مخيفة في الأول. صحيح. العيد الفات الناس هو كان في الاغلاق وكده، ما كان الناس احتاجت للموجهات بتاعت الصلاه وكده. العيد ده ما في اغلاق، لكن الموجهات تظل قائمه، ما معناتها ما في اغلاق ما في كورونا، الكورونا موجوده ومنتشره. النقطه الاولى اللي بحب اقولها انه معدل انتشار المرض في الاماكن المغلقه اكبر من الاماكن المفتوحه. يعني الناس لما يكونوا قاعدين في اوضه ولا في حته مقفوله، الفيروس بياخذ زمن في الجو، ممكن الناس يعادوا بعض. وعليه صلاه العيد بكره ما في مسجد يصلي جوا مسجد، جوا ما في ناس يصلوا جوا مسجد نهائي، يصلوا برا، لانه الحكايه في الريف ما في مشكله، الريف الناس اصلا بيصلوا بيطلعوا برا الساحات الكبيره يعني، لكن في المدن احيانا بعض المساجد الكبيره بيصلوا جوا المساجد. ودي حتؤدي لاختلاط والمكان مقفول ومعدل الانتشار اعلى مهما كانت التهويه بتاعت المبنى الداخلي وكده. بيبقى الحرص الاول انه الصلوات تكون خارج الدور، خارج المساجد، ايوه الساحات. المساله الثانيه التباعد في المصلى، يعني ما شرط الناس تقعد مع بعض، يعني ممكن الناس يكون متر نص متر بين زول والثاني، والناس طبعا في الساحه البرة الناس ما شاء الله المسافه كبيره. حتى ولو الناس حصل اختلاط في الشارع لما يكونوا ماشيين وكده، لكن ده زي ما قلت لك اختلاط سريع مش كده، المسافه ما تكون طويله، لكن المسافه القاعد للصلاه وقاعد للخطبه بتكون بتتجاوز ال 20 دقيقه غالبا، 20 لنص ساعه. ونحن من هنا بنناشد الائمه انهم يقصروا الصلاه ويقصروا الخطبه. الشريعه سمحه ما شاء الله، يعني بدل تقرا هنا ممكن تقرا باقصر الصور، وممكن الخطبه دي باكثر الكلمات، وذاته من السنه ذاته الضحيه دي ناس خطبتها تكون قصيره عشان الناس يحصلوا ضحيتهم يعني. فالناس يقصروها على اساس انه نحن قبل قلنا الزمن بتاع نص ساعه في مسافه متر معدل العدوى تكون عالي. لما انت تقلل الصلاه ل 20 دقيقه، الصلاه والخطبه ل 20 15 20 دقيقه، والناس يكونوا بيناتهم متر، دي حتقلل لنا نسبه العدوى بنسبه كبيره جدا. كبيره نعم. فدي واحده من الموجهات الاساسيه. الموجه الثاني وسهل جدا او الثالث وهنا متعودين عليه في العيد، انه يزور يشم سلايد. ليه؟ لانه برضو البروش بتاعت المساجد اللي بيفرشوها دي او الموكيت، قبل انا ذكرتها انه الانتقال ممكن يكون من الاسطح، فشخص قد يكون سجد في الموكيت ده في الحته دي عطس، ولا حتى لو ما عطس، لانه لما يكون في الموكيت النفس العالي ممكن يؤدي لرشح جزء من الفيروسات اذا هو حامل، وحيقعد هنا، انت حتيجي تسجد في المكان ده بعد فتره، احتمالية الانتقال موجودة. فبالتالي الأولى إنك أنت تشيل مصلايتك من البيت، تشيل مصلايتك من البيت عشان تصلي عليها، تبعد من جنبك متر. المسألة الثالثة، تلبس كمامة. الكمامة ما شرط كمان الزول يلبسها كل الوقت، يعني أنت كان ماشي وراك في الشارع ما شرط تلبس، ولا كان الناس بعيدين منك ما في داعي تلبس كمامة يعني، لكن لما تجي في حتة مسافة بتاعت متر من الناس، قريب من الناس وقاعد مع الناس، البس كمامتك. انا هسي مرات بلاحظ الناس واحدين يتعودوا على الكمامه، حتى تلقى راكب في عربيته وراه ما قادر يطلع الكمامه، ورايح لابس كمامته، فهو لبس الكمامه
طول الزمن هو ذاته مزعج بالمناسبة، وخلي الناس ما يكونوا مرتاحين للحكاية. صحيح. فعشان انت ترتاح للكمامة خدها في جيبك، البسها فيك تحتاج تلبسها. طيب واحد ما اقول لك قبيل ذكرتي الظرف الاقتصادي، الكمامة ذاتها احيانا بقد قروش وما بتتلاقي غالي. في بعض المنتجين عملوا الكمامات القماشية دي كثيرة جدا، انا شايف ولو دي ما تلاقت برضو الكلام اللي قلتيه قبيل يا اخي، اهلنا بيلبسوا العمة وبيلبسوا التوب وبيلبسوا الطرحة وبيلبسوا النقاب وبيلبسوا الكدمول، دي كلها بنلبسها في راسنا، كلها حلول، كلها حلول. انت قاعد ولا وصلت حتة فيها زحمة لف تبلم مسافة كده وهنا المسألة. حتى المنديل بتاعك في الأغلب ممكن تستخدمه يعني، بس المنديل بيحتاج ليدك ثابتة هاي تكون ماسك على طول، لكن انت عشان تخلي يدك طلقات وكده لف العمة كده ولا لف التوب ولا الطرحة وكده لحد ما تنتهي هنا. إذا ذكرنا بعض الحاجات، الصلاة برا، القصير بتاع الخطبة والصلاة، التباعد بين الناس، أي زول يشيل مصلايته بقى بعد بعض صلينا، ودي الحتة الصعبة هنا دي الصعبة جدا بعض صلينا، إحنا ما لازم نهني نفسنا ونسلم على نفسنا وندعافه وكده، ما في مشكلة إنك تتعافى وتسلم على نفسك. أنا أقول الخط الأولى، الأولى إنك ما تسلم على زول بيدك، لكن الكلام ده تدعافة وتسلم وتقول الدعاء بتاع العيد وتقول لهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل الطاعة، ده كله بتقوله، ده ما بعادي، ما في مشكلة، ده ما كلام أي، وكل زول يمشي على بيته ويطبخ ضحيته وكده وفي نطاق الأسرة، الكلام اللي قلناه قبل. طيب النقطة الثانية، إذا الناس بعض الناس يعني بيصافحوا، أنا أتوقع أنه تحصل مصافحة يعني، ما ممكن ما تحصل مصافحة، كله متوقع تحصل يعني، كلامنا ده من قبيل على اساس تقليل. حصلت المصافحه، سلموا الناس على بعض، المقالده دي عليكم الله خلوها كده، المقالده دي خلوها، المقالده دي فيها تقارب شديد جدا يعني. صحيح. حصلت السلام باليد وكده، حصل احرص انك انت لما ترجع البيت يدك ما تمشي على وشك. اذا ما بتقدر حاول لو عندك معقم شيله في جيبك، شيل المعقم، كل مسافه اعمل معقم، لما تصل البيت تغسل يديك بالمويه والصابون. لكن لو هناي في كل الاحوال حاول انك لما تصل البيت اتمنى يعني حاول انك ما تصافح الناس، لو صافحت حاول انك تتذكر انك ما تجيب يدك على عينك لحد ما تصل البيت تغسل يدك، ولا تلقى لك زول شايل معقم. وبرضه تنبيه للناس يعني، في بعض الناس بعض الجهات الخيريه والمجتمعيه وكده ممكن توزع الهناي ده في صلاه العيد، توزع المعقمات دي بتقلل توزيعها، تاخذها في الاطراف تديها الناس، اي زول جاء كل مره تبدي وبخ في يده وكذا، المساله دي فيها اجر للناس، وبرضه انت بتحمي الناس بصوره كبيره. برضه الناس بعد ذاك بتجي السلام والقعاد وكذا، الحكايه دي برضه تتقلل يعني، على اساس انه كل ما نحن تباعدنا كل ما انه قللنا معدل الانتشار. تنبيه اخير للناس الكبار في السن والناس اللي عندهم ضغط سكري، انا لو سئلت بقول انه الاولى انهم ما يمشوا صلاه العيد، ما يطلعوا في العيد ده نهائي، واجرهم ماشي وربنا كاتب لهم، الزول اللي بيخلي له عباده ربنا بيكتبها له زي ما كان بيسويها زمان، مش كده؟ فالاولى انه في زحام العيد وكده الاولى انه ما يطلعوا، اجرهم قايم مكتوب ان شاء الله، حفاظا على صحتهم وحفاظا على نفسهم، ما يطلعوا يصلوا صلاه العيد، ما يطلعوا يباركوا للناس، يحرصوا انه حتى في البيت حتى ولو في شباب ولا في ناس قاعدين بياكلوا في لحمه ادوه صحن عملنا ده براه وكده ولا امنا، لانه ما بيتحمل، ما بيتحمل، مش لانه احنا خايفين عليه، نعم خايفين عليه، خايفين عليه، وخوفنا عليه ده هو اللي خلانا نعمل الحكايه اللي النفس ما بتدور دي يعني، احنا ما دايرين نبتعد عنهم والله، لكن حفاظا عليهم وكده لازم نعمل كده يعني. جميل. فاحتمال دي موجهات عريضه وسريعه للتعامل مع الاضاحي، التعامل مع الصلاه في العيد. في الاضاحي شكلك ده تسأل سؤال، انا يعني اتكلمنا عن شرائح مهمه في المجتمع، فئات مهمه، في فئه برضه خلينا نركز عليها عشان المشاهد ينتبه تحديدا للنقطه دي، الاطفال في العيد منتظرين العيد، وانا شايفه برضه كثير من الامهات بدوا، انا اقول اتناسوا جائحه كورونا، بدوا يتناسوا جائحه كورونا، والاطفال تلقاهم في الشارع كوره ولعب، بكره العيد والدنيا قبل العيد وهيطلعوا. كيف نقدر برضو نحن يعني نخلي الام ورب الاسره يوعوا الطفل ده بصوره انه حتى لو طالع برا يشوف اصحابه ويلعب معهم او غيره، ما عايزين يحرموه، لكن يكون في محاذير معينه للاطفال يكونوا واعيين بها، عندهم وعي كبير جدا تجاه هذه الجائحه. في حاجتين متعلقات بالاطفال في الكورونا دي. الحاجه الاولى انه الكورونا في الاطفال ما بتعمل لهم حاجه هم.
يعني في كل العالم وكل الدول وكده ما في اصابات، بتحصل لكن ما بتعمل لحاجه، بتحصل اصابات اغلبها ما فيها اعراض ولا اعراض زيه زي النزله اللي بتجيهم دي، لكن حالات تمشي مرحلتين وضيق تنفس وكده وهناي الحمد لله ما في. كل الاطفال لحد عمر 15 سنه. طيب الحاجه الثانيه ودي طبعا رحمه، دي حاجه ميزه كويسه جدا يعني الاطفال طبعا ما بتحرسوا لك يعني مش كده، ما زي الناس الكبار يعني صح. ما هيلبس الكمامه، ما هيغسل يده، ما كده ما ممكن يخلي اللعب وكده. في نقطه ثانيه مهمه جدا متعلقه بالاطفال، بيعتبروه الاطفال ناقل من الدرجه الاولى للمرض، يعني الطفل بيمشي بينقل زيه زي هنا بيجيبه، يعني هو ناقل لكن ناقل من الدرجه الاولى، ناقل لمنه؟ ناقل للاطفال زيه وناقل لاهله الكبار في البيت. بتجي بعد الكلام اللي قلته قبل، قعادهم فوق حبوباتهم ولعبوا مع حبوباتهم وكده المفروض يقللوه لهم. هو هيختلط مع امه وابوه والاطفال في البيت، دي ما بتقدر تمنعها. لكن حاولوا انه لو مشيتوا تعيدوا على حبوباتهم وكده، الاطفال ناقل اساسي وناقل سريع. حاولوا انهم يلعبوا بعيد من حبوباتهم شويه واجدادهم وكده، لانهم هم حينقلوا لهم المرض اذا هم حاملين. ونحن اصلا يعني بعد موعدينهم من المجتمع. ايوه. جميل جدا. طيب دكتور هيثم هنجي للاضحيه، تفاصيل مهمه جدا بس بعد الفاصل. فاصل نرجع نكمل معاكم، خليك في البيت. عيد سعيد. عيد سعيد. عيد سعيد. عيد سعيد. رجعنا نتواصل من جديد مع كل المشاهدين في كل مكان، خليك في البيت وداخل الاستوديو مع دكتور هيثم محمد ابراهيم عوض الله، استشاري طب المجتمع واستاذ بكليه الطب جامعه الخرطوم، مدير الاداره العامه للجوده والتطوير وزاره الصحه الاتحاديه. تكلمنا عن مفاهيم الاوبئه، تكلمنا عن جائحه كورونا، تكلمنا عن كورونا، والان نحن على اعتاب استقبال العيد السعيد، عيد الاضحى المبارك. تكلمنا عن تفاصيل العيد وكيف التعامل مع هذه الجائحه في تفاصيل العيد، وقفنا عند الاضحيه تحديدا يعني لانه في تعاملات مختلفه. تكلمنا عن العيد وصلاه العيد وغيرها، لكن حابين نتكلم شويه عن الاضحيه وكيف في ظل هذه الجائحه نحن نتعامل مع الاضحيه وكيف نضحي يعني. تفضل. مرحبا بكم مره ثانيه. حقيقه المرض عنده علاقه بالحيوان زي ما ذكرت في البدايه، الفيروس عنده علاقه بالحيوان وجاء من الحيوان في البدايه، والحيوانات الثدييه دي في دراسات كثيره اظهرت حتى الكورونا الجديد المستحدث ده كوفيد 2 ده عنده علاقه بالقطط وعنده علاقه بالكلاب بصوره كبيره من الحيوانات الثدييه وكده. ما ثبت انه عنده علاقه بالخراف والبهايم اللي الحين اطبحها وكده، يعني ما ثبت. ما ثبت الا نعم. لكن ما ثبت، ما بقول ما بنفي يعني، لانه يعني عموما الامراض بين الانسان والحيوان معروفه يعني مشتركه. وحتى لو ما في كورونا، الاضحيه المفروض يكون التعامل معها بحذر، لانه في كثير جدا من الامراض اللي بتصيب الحيوان. السنة اللي فاتت كانت عندنا حمى الوادي المتصدع، لو الناس بتذكر حمى الوادي المتصدع، حمى بتسيب الحيوان الغنم البهايم بتاعتنا دي، الخرفان والضان والماعز وكده، ماتت كمية كبيرة جدا منها. وفي نفس الوقت حمى الوادي المتصدع بتجي للإنسان، يعني بيجي في عدوى مشتركة بين الطرفين. بتبقى التوجيه الاول انه المحاذير، انه البهيمه المريضه، والحكايه دي هنا بيجي دور البياطره والناس اللي بيشوفوا على البهايم وكده، مهم جدا مهم جدا بعنايه. فبيبقى انه البهيمه المريضه هي اصلا المريضه، البين مرضها هذا في الشريعه ذاته ما يضبحوها قالوا، مش كده؟ لكن بيبقى المحاذير بتاعت انه الضبيحه البهيمه دي لازم تكون سليمه من الامراض، اذا مريضه ما تضبح، لانه ما انت ما عارف المرض ده
هل هو الفيروس ده مرض غيره، مرض تاني ممكن يجي للإنسان بصورة صحية عامة. النقطة الثانية، ودي صعبة طبعا، صعبة عندنا في السودان، وإن كان منظمة الصحة العالمية أو صد بيها، إنه الضبيحة ما تكون في البيوت، الناس يضبحوا في المسالخ، والمسالخ لأنه بيكون شنو، بيكون في رقابة عليها، نوع الناس اللي بيضبحوا، التدريب، التباعد بيناتهم، البهيمة إذا كان فيها إشكالية ممكن ما يضبحوا. نتكلم عن حاجة ما بتحصل إلا في البيوت تحديدا في السودان يعني. لكن والله حسي في الخرطوم شايف بعض الناس بدوا يودوا هنا، يشيلوا الخروف يودوه المسالخ. والله الضباحين قاعدين وموجودين بدوك لغاية عندك في البيت طبعا، وبيضبحوا طبعا برضو. ده لو مال سيد البيت سير رب الأسرة بيعرف يعني. وطبعا متعة الضحية تطبحها قدامك يعني. أيوة. متعة الضحية ما لحمة بس يعني. صحيح. لكن أنا بقول لك الأولى، والدول الثانية الإسلامية زينا الموجه ده بيعملوا به من بدري. بيعملوا به وكده وناي. طيب هل الناس ممكن ما يكون عنده يعني، دي الحالة، الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة برضو في موجهات إنه الشخص اللي بيطبح يكون سليم برضو أفضل. عندنا عاده ما عاده ما كريمه، عاده هنا انه الناس بتنفخ في الخروف، لو الناس هنا. أيوة صح. يعني واحد بينفخ في الخروف عشان يفك الجلد. بالضبط كده. هي مش للكورونا المساله دي، امراض كثيره جدا طبعا. صحيح. فالناس يستخدموا المنفاخ، يستخدموا حاجه ثانيه كده. في نقطه اخيره اللي هو التعامل مع المخلفات برضه، نحن بنوصي الناس يعني بعد العيد بتلقى الذباب والامراض والانتشار بتاعه كده، التعامل مع مخلفات البهيمه دي مساله مهمه جدا. والمساله الاخيره طهي الطعام، طبعا برضو نحن عندنا عاده بناكل اللحم الني، ودي برضو قد يكون البطون كلها الكبده والمراره والشطه شكلك بيناكلهم فدي دي قد يكون مع الامراض دي، وهنا قد يكون في الافضل نديها نار شويه نار يعني بطريقه معينه. اي فدقه دي عموما موجهات عامه للتعامل مع الاضحيه يعني. نعم. فنتمنى لكم اضحيه شهيه. نعم شهيه وسعيده ان شاء الله. انا تخيل في مجموعه من الصور، ما اعرف اذا كان جهزت مجموعه من الصور، هنعلق عليها بعد شويه انا وانت، هنشوفه على الشاشه. لكن برضو خلينا نتكلم عن دور الجهات المختلفه يعني في تصدي للوباء، الرسميه والشعبيه. نتكلم عن جهات عامه. أيوة. في السودان هو الـ 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 الوباء داير تكاتف كل الجهود، ولو لاحظنا الوباء ده الجهات الاقتصاديه والتجاريه والسياسيه غير الصحه يعني كلها بقت جزء من المنظومه بتاعتنا. نحن عندنا هنا في السودان برضو لما بدينا من البدايه سميناها الناشونال ريسبونس او الاستجابه القوميه، استجابه البلد يعني. ولو لاحظتوا اللجنه العليا بتاعت هنا ما صحه بس، مش كده، فيها ناس الصحه، فيها ناس مجلس السياده، فيها بتاع التجاره، فيها بتاع الماليه، فيها بتاع البيطره، فيها صحيح. كلهم ليه؟ لانه المرض ارتباطه وطريقه انتشاره خلته انه يكون ياثر على الحياه الاجتماعيه بتاعت الناس، ياثر على الحياه الاقتصاديه بتاعت الناس. عشان كده بقت دور كل الادوار مهم جدا. انا ممكن اركز على بعض الادوار وكده، لو جات الصور ممكن نجيف ونرجع ثاني. نعم مشكلة. بعض الادوار يعني الدور الاساسي نبدا من المواطن. الدور الاساسي حق دور المواطن مهم جدا. ده دور نحن مهما عملنا من اشياء، والمواطن ما مصدق ولا مكذب ولا الموضوع ده عنده في باله هو عبارة عن وصمة وما بخبر عنه كده، ولا ما بيلتزم بالموجهات بصورة كلية ولا بصورة جزئية، بيبقى دور الجهات العليا ما عنده معنى كبير. فبنركز على دور المواطن، دور المواطن في التباعد، دور المواطن في غسيل الأيدي، دور المواطن في لبس الكمامة، دور المواطن في الالتزام بالموجهات والإشارات الصحية. نطلع منه شوية، بيجي دور الجهات المجتمعية. الجهات المجتمعية دي ممكن تكون منظمات وطنية، ممكن تكون لجان المقاومة، ممكن تكون مجمع أندية مجتمعية، ممكن تكون شغل بتاع نسوي بتاع المرأة، ممكن يكون كل الأشياء الموجودة على مستوى المجتمع. ديل ممكن يعمل شنو؟ ديل ممكن في بعض الرسائل، في بعض الرسائل عبر الوسائل العامة قد ما تصل للناس البسطة في المجتمع، لكن ده ممكن يكونوا أداة إنهم من بيت لبيت يوروا الناس في الصلاة، يوفروا الأشياء اللي قلتها البسيطة دي. يعني يجوا مثلا لجان المقاومة يجوا من الصباح ينظفوا الساحة دي،
ويفرشوا الصف الاول بمتابعه الناس الباقيين حاجه يلتزموا بالهناية، مش كده؟ اجراء بسيط ممكن ينفع الناس. ممكن الجهات المجتمعيه دي توفر المعقم ولا المطهر ده، المعقم بسيط وكده متوفر، يعني يجوا يزعوا للناس، يرشوا يدين الناس وكده، ويذكروا الناس وكده. الادوار المجتمعيه برضه ممكن الجهات المتمثله في الدعوه والارشاد اللي هم الائمه اللي هيصلوا بكره ديل، الائمه ديل لابد انه يدوا الناس رساله انه المحافظه على النفس وحمايه النفس من الضروريات الخمسه في الدين، يعني مهمه جدا، يعني هي دي ذاتها دين، يعني ما مساله بتاعت اضافه غير مرغوب فيها يعني او كده. لو انتقلنا اعلى منهم بعد شويه، بعد المستويات دي، حيكون في دور الصحه والنظام الصحي، وده من الاهميه بمكان دور مهم. الجيش الابيض حقنا نحييهم من هنا، كل الكوادر الصحيه من غفير المستشفى والبنظف لحد الاستشاري الكبير، ده كلهم عندنا جيش ابيض، وديل المفروض يكونوا خط المستوى الاول وموجودين للخدمه، خط الدفاع الاول. نحن ما دارين تحصل لنا الحاجه اللي حصل لنا في عيد رمضان. عيد رمضان اللي حصل شنو؟ اللي حصل انه عدد من المؤسسات قفلت، صادفت الاغلاق، صادفت مناسبه العيد، صادفت انه الناس خايفه من الكورونا، اسي جايين عيد الضحيه. جايين عيد الضحيه بنتوقع حركه الناس تزداد معها بعض الحالات، نتمنى من كل الكوادر، كل اللي عندهم جداول نبطشيات، اللي عندهم عمل، اللي عندهم كده، اللي عندهم كده، يكونوا متواجدين بصوره كامله. ما تتعرض المؤسسات الصحيه بتاعتنا للاغلاق، ولما نقول المؤسسات الصحيه ما بعني بس المستشفيات الكبيره، لكن الكلام ده برضه بيعني المراكز الصحيه البسيطه في 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 المجتمعات. فوزاره الصحه بمؤسساتها المفروض يكون العيد صح، هو عيد الناس دارت عيد على اهلها وكده، لكن لابد من انه غرف الطوارئ في كل الولايات في كل المحليات تكون موجوده. يعني ما ينفع غرف الطوارئ تكون مقفله في العيد. ما ينفع فرق التقصي اللي هي اللي بتمشي تتصل او تشوف الحالات والناس بيتصلوا عليها وكده وتنقل الحالات تكون معيده في العيد، الكلام ده ما مقبول، وهو ده دورهم باعتباره حس الجيش لما يكون بحارب ما بيعرف نعم. العيد ولا بيكون دي مرحله مشكله مهمه جدا فعليا. فبعد ذلك بتجي الادوار العليا، وهي دي ادوار تكميليه، يعني اللجنه العليا الطوارئ ولا الوزارات العليا ولا كده، ده عباره عن شغل تكميلي لانه الناس كلها مع بعض تحقق المطلوب. قبل ما ننتقل من النقطة دي دور الجهات المختلفة في التصدي للوباء أو للكورونا تحديدا، اللي تكلمنا عن جهات رسمية وشعبية وبدينا بالمواطن، خلينا نركز في نقطة نرجع لها بس سريعا كده. نقطة إنه ذكرت إنه يعني في حديثك إنه المرض ما وصمة، وصمة عار، إلى الآن في ناس بتظهر عليهم بعض الأعراض وبيخبوا صحيح. بيخافوا، أنا ما عارف السبب شنو، لكن إحنا دارين نوصل المفهوم إنه الحاجة دي هي ما عيب ولا خطر ولا يعني حاجه مرحله معينه، لو انت يعني تعاملت معاها بطريقه طبيه صحيه سليمه اكيد هتتجاوزها، لكن في بتخبي حتى ما بتبلغ الوبائيات، ما بتبلغ جيرانه وغيره. والله صحيح، ده واحده من الاشكالات جداً. الكبيره جدا، وحقيقه نحن قد نكون تسببنا في الحكايه دي انها تحصل كسودانيين، يعني السوداني عموما شخص اجتماعي بيحب يعيش مع الناس وكده، اليوم اللي يقول له انت تتعزل ولا كده، المساله دي بالنسبه له حاره جدا، بيخاف منها يعني. وبرضه لما ارتبط من البدايه الناس ارتبطت في ذهنها موضوع الكرنتينا، لو سمعتي به أيوة. زمان بيقول لك فلان ده وديه الكرنتينا خلاص خلاص، الناس ثاني حلتهم ذاتها ما بتجيها أيوة. فارتبط الناس في ذهنها انه الموضوع ده مربوط بالكرنتينا، وان كان احنا حاولنا نلطفها شويه نقول دور الايواء والعزل الكده اخف شويه، على اساس انه احنا دايرينك انك فتره الاسبوعين ديل ما تختلط بالناس حفاظا على صحتك وكده. تاني لما حصلت وفيات صح، نحن قلنا الناس ما تتجمع في الوفيات، لكن كمان ما لدرجة انه تضرب سياج من المقاطعة للناس اللي عندهم زول توفى بكورونا، لدرجة انه هم ذات يعني اصيبوا بحالة نفسية يعني لما قاطعوهم وكذا. يمكن دي مجموعة من الصور العامة انا قاعد نعلق عليها، يمكن البصق في الاماكن العامة واحده من الاسباب يعني انتشار الكورونا، ودي انا قلت لما كنا بنتكلم عن التباعد وكده، فانا كنت عايز اقول لك انه في واحده من العادات السلبيه خلينا نقول ما جميله صحيح، البصق في الاماكن العامه. وانا ذكرت الانتشار بافرازات الجهاز التنفسي نعم واللعاب عموما والكميه بتاعت اللعاب، حتى نحن العينه اللي بناخذها للفحص بناخذها من سقف الانف ولا عبر الفم بياخذوها العينه اللي بياخذوها، لانه الفيروس موجود بكميه كبيره جدا بيكون في اللعاب. فالبصق في الحتات العامه
حقيقة سلوكيا هو غير سلوكيا ما صح ما مقبول ولا شرعيا ما مقبول ولا صحيا ما مقبول. فالناس يعني الواحد يكون عنده منديل لو كان لو كان عنده زكام اصلا احسن ما يجي اصلا ما يجي لو كان عنده زكام وبيتوف كده وبيقع ودايره توف كل مره احسن ما يجي. لكن لو لو اضطر وكده يمشي مكان بعيد ويدفن بالضبط كده عليه او في منديل ويرميه في النفايات يرميه في النفايات. برضه واحده من الصور نتباعد اليوم نلتقي غدا بسلام تكلمنا عن التباعد خاصه في العيد يعني بكره العيد. انا بتخيل انه برضه يعني مناطق في الاحياء لجان المقاومه عندهم دور كبير جدا وغيرهم انهم يحاولوا يعني يكون في منشورات توعويه برضه اضافيه اثناء صلاه العيد تاديه الصلاه يعني. صحيح الشعير. ان شاء الله الصوره بجاي الناس السودانيين عندهم عاده كان حصلت حاجه كده في الشارع خبرات ساكت الناس بتجي تتلمى فالناس ان شاء الله الحكايه دي ما تحصل. نعم. ما تشرب من المزيره ننتقل عن طريق اللعاب. طبعا احنا المزيره هنا موجوده والحته سخانه فالانسان بيلقى نفسه مضطر. برضه الصوره دي ذكرتني حاجه مهمه للناس الهناي انك انت لو اضطريت تشرب من حتات في الكولارات في المساجد من الصعب طبعا كل مساجد تلقى فيها الكوبايه بتاعت الورق اللي هو استخدام مره واحده دي. ففي لو انت حسيت انك طالع مشوار ولا في عربيتك ولا كده بتحتاج انك تشرب وكده وصعب عليك انك تشتري المويه الصحه الطوالي دي شيل كوبايتك. شيل كوبايتك. الاشكاليه بتاعت الازيار اللي هي برضه الكوز مشترك او الكوبايه بتكون مشتركه او الثاني المويه ذاتها تزول بيشرب وبدخل وبيشرب وبدخل. في بعض الازيار الجميله جدا الناس عملوا فيها هناك مواسير تحت يعني تلقى سبيل وفي مواسيره تحت ده بس داير تجيب كوبايتك انت كوبايتك او بيدك او بيدك من غير يعني. برضه واحده من الصور الفرح ممكن والحزن مشروع اوعى تتلموا اللمه اللي بعدين. في ناس كتار طبعا اجلوا اعراسهم ومفتكرين الكورونا دي بسيطه لكن حيأجلوا لمتين لكن الناس فحسي في ناس اجلوا من العيد الفات قالوا العيد الجاي نقدر لكن لحد هسه الصالات ما فتحت لهم ما فتحت تماما فغايته اعقدوا وعرسوا وافرحوا كده لكن من غير من غير من غير لمه من غير لمه عيدوا اللمه بعدين يعني التفاصيل اللي كنتوا عايزين تعملوها في اللمه دي ممكن تكون الكشف بقى بيجي بالبنكك ما مشكله يسر. يمكن نضيف مجموعه الصور ما اعتقد في صوره ثاني الفرح ده قد ينتقل لحزن لو في زول زي ما قالت الصوره الفرح ممكن واحد يصاب بالمرض ويموت وكده نعم برضو بالتلفون نجامل في الفرح والموت عشان نحجز كورونا ما تخش البيوت. والصورة دي ذكرتني حاجة مهمة جدا بالتلفون نجامل اللي هي مسألة نحن قاعدين نقول التباعد الاجتماعي والتباعد المجتمعي والسوشيال ديستنس اللي هو ده التعريف اللي هنا حق لكن حقيقة التعريف ده منقوص ما المفروض نقول التباعد الاجتماعي التواصل الاجتماعي ده ممكن يكون بأي وسيلة صحيح. هو التباعد الفيزيائي بين الأجساد لكن اللفظ ده جاء وترسخ وخلى خلاص في أذهان الناس من موضوع تباعد اجتماعي لكن هو ما تباعد في تواصل اجتماعي ممكن يحصل في كل هناك فالناس نقول نحن مع التواصل الاجتماعي لكن مع التباعد الفيزيائي. جميل جميل خلونا من اليوم نركز على طيب حاجة أخيرة كده في خليك في البيت اليوم واحنا مقبلين على العيد توجيهات عامه للمواطن لحمايه نفسه والمجتمع واسرته يعني. والله كلام جميل وده احتمال يكون تاكيد للحاجات اللي قلناها كلها يعني ولدور المواطن الاساسي يعني لدور المواطن الكبير جدا في حمايه نفسه وحمايه المجتمع. انا ممكن الخصها بصوره سريعه جدا نمره واحد الحرص انك تكون في البيت، نمره اثنين لو طلعت ما يكون في اختلاط، نمره ثلاثه لو طلعت تلبس كمامه، ما لقيت كمامه طبيه البس الكمامه القماشيه الطرحه الثوب غيرها، نمره اربعه حاول غسيل الايدي ما امكن تلقى لك ماسوره تلقى لك مسجد تلقى لك تغسل يدك في اي في اي في اي وقت. التجمعات الصغيرة اللي ساعات طويلة بتاعت الناس في القهوة ولا الكشتينة ولا الضمنة ولا الونسة ولا الكده اللي مسافات طويلة مشكلة. دي من الخطورة بكان دي مشكلة. نتمنى عليكم عيد مبارك وعيد سعيد. إن شاء الله يعدي من غير ما الناس
تتأثر بالمرض ولا تزداد عندنا حالات بتاعت كورونا ولا وفيات. كل عام وانتم بخير، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب دكتور هيثم، احنا كمان شكرا لك كثير جدا، معلومات مهمة وقيمة ومفيدة بالنسبة لكل المواطنين والمجتمع السوداني، خاصة انه بكرة عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، يعني عيد سعيد على كل مشاهدينا في كل مكان. احنا شاكرين كثير جدا دكتور هيثم محمد ابراهيم عوض الله، استشاري طب المجتمع واستاذ طب او استاذ بكلية الطب جامعة الخرطوم، ومدير الادارة العامة لجودة وتطوير ادارة او وزارة الصحة الاتحادية. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكل المشاهدين في كل مكان ولكل المتابعين في برنامج خليك في البيت. خليكم في البيت، حرصوا على سلامة نفسكم أولا والآخرين والمجتمع حتى نمنع تفشي جائحة كورونا. كل سنة وانتم طيبين. شكرا فريق العمل، في أمان الله.